السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كام يوم كنت في ورشة عمل وركشوب عن البيم والتطوير والحاجات دي كلها في إحدى الجامعات. فكنا بنتكلم في الجامعة إزاي البيم وصل لحد فين في البلد وإزاي إن إحنا نطوره. فكل الناس عمالة تتكلم عن أهمية البيم، والبيم مهم وأهميته في المجال الأكاديمي والشغل الحقيقي وكل حاجة، كلام رائع على راسي من فوق. فلما جيت أنا أتكلم كانت كلمتي بسيطة خالص، ان البيم مهم جدا، يعني مش نبدا نعيد الكلام تاني ونقول ان البيم اهميته ايه والحاجات دي كلها. لكن الاهم من البيم الفايده اللي هتعود عليا من البيم، يعني مش هيفرق معايا المبنى اللي احنا فيه دوت، الجامعه اللي احنا فيها اتعامل البيم ولا اتعاملش بيم، بس هيفرق معايا اتعامل فيها استدامه ولا لا، يعني اتعامل فيها فاسيلتي مانجمنت ولا لا، يعني اتعامل فيها حاجات تخدم الانسان ولا لا. تمام، يعني مش فكرة ان انا اعمل بيم، فكرة ان الانسان نفسه اللي هيعيش في المكان ده هيبقى مبسوط ولا مش مبسوط عشان ربنا يرضى علينا. تمام، حسن فتحي الله يرحمه كان ليه مقولة جميلة جدا، ان انا هغضب ربنا لو انا زودت درجة الحرارة 17 درجة مئوية في المكان، لمجرد ان انا حبيت الناس تستخدم ازاز على اساس ان اسمي يبرز ويقولوا ايه بص المبنى شكله جميل والحاجات دي كلها، فربنا مش هيرضى علينا في حاجه كده. فالهدف من البيم ان انا اعمل حاجه صديقه للبيئه، صديقه للانسان، الانسان يكون مستريح فيها عشان ربنا يرضى عليه. طول ما انت رابط الهدف بربنا هتلاقي الموضوع جميل جدا. مش مربوط بربنا يبقى انت محتاج ان انت تجدد النيه وتكون صادق مع نفسك. قبل كده جالي صاحب شركة كبيرة جدا في السعودية، قال لي بص انا عملت مشاريع كتيرة وبقالي فترة ما بعملش، بس انا عايزك تاخد مني الشغل اللي انا عملته كاد وتقلبه لي بيم عشان اعمل دعاية لنفسي. قلت له يعني ادرب لك المكتب بتاعك؟ لا، انا عايز انت تاخد الشغل وتعمله. فانا يعني قلت له ما انا كده يعني هتدفع انت فلوس على الفاضي، يعني ان ما فيش استفادة ان حد ياخد الحاجات دي في سيلت مانجمنت، او ما فيش استفادة ان حد ياخد الحاجات دي يحسن اداء المبنى يعمل دراسات عليها، ده مجرد بس شو. تمام، ف يعني لازم اتناقش معاك الاول لان هتصرف مبلغ في مقابل دعايه، بينما احنا ممكن نرتبها بشكل اخر. تمام، فممكن حد يكون عايز يعمل بيم لمجرد ان هو سمع ان هي موضه جديده ومش عامل في حسابه ان هو هيستفاد منها، يعني اعمل لي الشغل وهاخد الحاجات دي ومش هستفاد منها ولا حصر ولا كوردينيشن ولا حاجه خالص، انا مجرد بس عجباني فكره ان انا اقول ان انا بشتغل بيم. تمام، فالفكره من البيم ان انت والفكره من التصميم المعماري والانشائي، لو كل مصمم هو بيصمم فكر ان انا هدفي ان ربنا يرضى عليا ان انا عملت حاجه تسعد الناس بحيث الناس ما تدوش عليا. تمام، ممكن الناس تدعي عليك لان الدنيا حر او مضطر ان مش قادرين يفتحوا الشبابيك لان المباني عاليه فصعب يفتحوا الشبابيك، او 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 في امراض كتير بتيجي بسبب التصميم السيء. فكل تفكيرك ان انا ارضي ربنا. تمام، ما دام هو ده الهدف والغايه فهتلاقي ايه ربنا بيبارك لك وتاخد الاجر في الدنيا وفي الاخره. ربنا يأتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يعني فكر كده ان المبنى ده انت اللي هتعيش فيه، هو ده اللي انت عايزه ولا لا، انا محتاج ان انا اعمل بطريقه احسن بحيث ان السكن يبقى مريح ليا. زي الحب لاخيك ما تحبه لنفسك، حاول ان انت تصمم حاجه تكون انت نفسك تسكن فيها. ممكن واحد يصمم مبنى مثلا يكون بيلف وبتاع لمجرد ان هو لقى تولز جميله في ال 3 دي ماكس، وده حصلت فعلا سنه 2000 في تولز كده جت ريفولف، فالناس كلها حبت الناس تستخدم المبنى لانه هيبقى شكله مبهر، هيبقى اسمه ان هو صمم حاجه يونيك ساعتها وبتاع. انما لا، الاصل ان انا بصمم حاجه الناس اللي تسكن جوه تكون سعيده، مش ان نتقال ان المصمم ده واو واو الحاجات دي كلها. فمحتاجين ان احنا يعني نعيد تجديد النيه بحيث نيتنا تبقى صادقه في ان كل تصميم بعمله يقربني لربنا، وهستخدم كل التكنولوجيات الحديثه في ان انا اسعد الانسان اللي هو يكون موجود. في مقولة كده قرأتها في أحد الكتب لشكسبير، شكسبير كان بيقول كده إن المدن هي الإنسان اللي موجود جواها، السكان اللي موجودين. يعني المدينة هتبقى إيه لو ما فيهاش سكان؟ يعني
انت بتفكر سمارت سيتي، ودي غريبه جدا ان ناس كتير بتفكر في السمارت سيتي، وكتب كتير بتتكلم في السمارت سيتي تكنولوجيا حديثه. ايه موضع الانسان في التكنولوجيا الحديثه دي؟ هل هي هتسهل على الحياه، ولا مجرد احنا عايزين يتقال واو الناس دي بتطبق احدث تكنولوجيا؟ لكن فين الممرات للانسان؟ فين انسنه المدن؟ فين ان المدينه اتصنعت للانسان؟ فمحتاجين نعيد التفكير في كل حاجه واحنا بنصمم، حتى لو بيت صغير، مدينه كامله، نبدا ان احنا نفكر فيها وشوف هدفك فيها ايه. طب الهدف ده ليه؟ طب ده ليه؟ ده ليه؟ ده ليه؟ لحد ما توصل ان انا هدفي ان ربنا يرضى عني.